محمد، رسول الله محمد، حبيب الله محمد، نبي الله محمد، خير خلق الله محمد، خير خلق الله محمد. الله أوقاتكم بكل خير يا أصدقاء. أنا اشتقت لكم كثيرا وجئتكم اليوم بالحلقة الرابعة من سلسلة مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن مهلا قبل أن نبدأ، ذاكروا جيدا، هذا الفيديو برعاية فريق 100 كاتب وكاتب في سوريا. ابقوا معنا وتابعونا. أسعد الله أوقاتكم بكل خير يا أصدقاء، أرجو أن تكونوا بأفضل حال. سالي، هل أنت مستعدة؟ بالطبع. حسناً، سوف أختبر ذاكرتك. قولي لي، هل تذكرين أين توقفنا في المرة الماضية؟ بالطبع أذكر، توقفنا عند السؤال الذي يقول: كم عدد أولاد النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ وكانت الإجابة 7. أحسنتي. الآن سؤالي الأول يقول: ما أسماء أولاد النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذكور؟ القاسم، عبد الله، إبراهيم. رائع. والآن ما أسماء بنات النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ فاطمة، أم كلثوم، رقية، زينب. أحسنتي. والآن سؤالي لك يقول: كم كان عمر الرسول محمد صلى الله عليه وسلم عندما نزل عليه جبريل لأول مرة؟ كان عمره 40 عاماً. أحسنتي. والآن السؤال الرابع يقول: ما اسم الغار الذي كان يتعبد فيه النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ غار حراء. رائع. والآن السؤال الخامس يقول: ما اسم الجبل الذي يوجد فيه غار حراء؟ جبل النور. أحسنتي يا سالي، عملا رائع. والآن السؤال السادس والأخير يقول: إلى من أرسل النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ إلى الناس كافة. أحسنتي، أنا فخورة بك يا سالي. وأنا سررت بذلك، وأرجو أن أكون دوما عند حسن ظنك بي. إلى هنا يا أصدقاء انتهى فيديو اليوم، انتظروني في حلقات قادمة حتى نتعلم معا. والآن أستودعكم عند الله تعالى الذي لا تضيع ودائعه، على أمل أن ألقاكم مجددا. دمتم بحفظ الله. خلق الله محمد، خير خلق الله محمد.